نبقى في سياق المرحلة الثانية من خطة فتح القطاعات، حيث تعود القطاعات والمنشآت السياحية للعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 100% وبكامل مرافقها ضمن شروط وبروتوكولات صحية كمرور 21 يوما على تلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع الكوادر في المنشأة والالتزام بإجراءات السلامة العامة. مع تقليص عدد ساعات الحظر الجزئي لتبقى المنشأة مفتوحة أبوابها لغاية الساعة 12 وإمكانية الحركة للأفراد لغاية الساعة 1 ليلا، كما وتعود المنشآت السياحية للعمل بطاقة تشغيلية تصل إلى 100% وبكامل مرافقها ضمن اشتراطات تتمثل في مرور 21 يوما لتلقي الجرعة الأولى من المطعوم لجميع كوادر المنشأة، بالإضافة للالتزام بالبروتوكولات الصحية. أقل شيء بين الطاولة وطاولة مترين أو متر ونص. ثاني شيء عشان يقدر الزبون ينزل له الأجيرة لازم يكون مطعوم الأول معدي عليه 21 يوم، وإحنا طبعا مأكدين على الموضوع هذا، لازم المطعوم الأول 21 يوم عشان نقدر ينزل له أرجيلة. طبعا الأرجيل معقمة عنا، ما بنشتغل غير بالتعقيم. المطاعم السياحية أبدت استعدادها التام لاستقبال مرتاديها، لكن ضمن إجراءات السلامة بالنسبة للكوادر العاملة ولزبائنها أيضا. الإجراءات تمام التمام، الأكل، الحماية، كل شيء تمام الحمد لله. الوقاية يعني على أعلى مستوى إن شاء الله. لما نيجي الصبح طبعا بنعقم كل الأجهزة عشان لما يجي الأولاد تكون كلها معقمة، وبعدين بنكون في تباعد بينهم كلهم ومنفحص لهم حرارة طبعا، وفي حال الولد يروح عند أمه برضه منعقم له. إن فتح المنشآت السياحية بمرافقها كافة ستشكل مؤشرا إيجابيا، وخاصة مع بدء دخول الأفواج السياحية من الخارج، إذ ستكون المواقع والأماكن السياحية جاهزة لاستقبال السياح بهدف تنشيط الحركة السياحية والوصول إلى صيف آمن بعد ركود أضر بالقطاع السياحي ككل فرضته أزمة كورونا. إجراءات حكومية كان آخرها تطعيم كافة العاملين في القطاع السياحي، ما أسهم في تعافي القطاع وإعادة فتح المنشآت، ما يبث الحياة في الحركة السياحية ويضع الأردن على الخريطة كوجهة سياحية ضمن بروتوكولات تضمن صحة وسلامة الجميع. ساندرا قطمين، المملكة، عمان. من عمان أرحب بالمدير العام لهيئة تنشيط السياحة السيد عبد الرزاق عربيات. أهلا بك معنا سيد عبد الرزاق. صباح الخير لجميع المشاهدين. صباح الخير. بداية يعني كيف تقيم حتى اللحظة وضع القطاع السياحي؟ هل هنالك ملامح أولية، بوادر لتحسن نرجو أن يكون ملحوظا، ويعني أيضا مع قرار تقليص ساعات الحظر ومدى تأثيره على وتيرة عمل المنشآت السياحية، كيف تقيم الوضع؟ كيف يمكن أن يصبح الوضع؟ يعني بالتأكيد بداية يعني القطاع السياحي كان جاهز ومحضر على هذه المرحلة من خلال تطعيم وكافة العاملين في القطاع السياحي. طبعا جمعية الفنادق قامت مشكورة بتطعيم كافة العاملين في المنشآت الفندقية، وبالتالي الآن القطاع السياحي كفنادق بحكي جاهزين. المطاعم السياحية كذلك قاموا بإعطاء المطعوم للعاملين عندهم و كافة مشغلي الخدمات السياحية، النقل السياحي، الأدلة، وبالتالي هذا ينعكس إيجابيا على فتح القطاعات. الآن جاهزين القطاع السياحي لهذه المرحلة، سينعكس إيجابيا بالتأكيد. احنا بتعرفي الآن أجواء صيف، والمغتربين وإخواننا وأشقائنا في دول الخليج بيجوا على الأردن لغايات الطقس المعتدل الجميل خلال فترة الصيف، خصوصا في الليل لما كانت المنشآت السياحية تغلق أبوابها الساعة 10، بالتأكيد كنا يعني في خسارة كبيرة للقطاع السياحي من عدم وجود مرتادي هذه المنشآت، لأنه تعرف الأجواء في الليل في عمان جميلة في مناطق الشمال في المناطق السياحية. وبالتالي الآن تمديد ساعة الحظر في عمان والمحافظات الشمال بالتأكيد هذا سينعكس إيجابيا. لكن أنا بدي أكد على موضوع المثلث الذهبي الآن، يعني العقبة والورم بالجنوب تم استثناءه من هذا القرار، ففاتحين المنشآت السياحية أبوابها 24 ساعة، وبالتالي الآن الموسم السياحي في المثلث الذهبي راح يكون طبعا أكيد
راح ينعكس بشكل ايجابي وكبير على القطاعات. الان سالتي لي تفضلت وحكيت عن موضوع بوادر ايجابيه، نعم في بوادر ايجابيه الحمد لله، بلشنا نشهد حركه سياحيه من دول الخليج في عمان، بلش نشوف سياح في شويه في الفتره، عدد قليل ولكن على الاقل بلشت الامور تتحرك. بالعقبه عم نشاهد سياح مجموعات من رومانيا من ارمينيا من روسيا نتيجه لوجود الطائرات العربه في العقبه. الان بشهر 7 الطائرات تحديد الطاقه الاستيعابيه بالتشغيل لعمان من الطائرات السياحيه لعمان، يعني راح يكون في 14 خط شغال من عده دول اوروبيه. هذا ينعكس كله ايجابيا على القطاع السياحي. زي انت عارف القطاع السياحي عانى كثيرا، واكثر قطاع عانى لانه اول قطاع تم اغلاقه، والان نحن قاعدين اول اخر قطاع تم فتحه. صحيح سيد عبد الرزاق، بالارقام ما هي النسبه التي يمكن ان تعطيها لهذا التحسن الملحوظ نسبيا الذي تحدثت عنه؟ يعني شوف احنا من 1/6 بنقدر نحكي تقريبا، انا شفت ارتفاع 10%، يعني لسه يعني احنا قاعدين احنا تدريجيا، حكينا من اول اكثر من لقاء انه عوده السياحه ستكون تدريجيا، بقدر اقول انه 10% بالمجمل، لكن مثلا في عمان ارتفع تقريبا بقدر احكي 30%، في البحر الميت والعقبه ارتفع اكثر بقدر اعطيه 40% تحسن. لكن الان مع فتح القطاعات السياحيه بكامل طاقتها الاستيعابيه ضمن اشتراطات البروتوكولات الصحيه، وباكد انه البروتوكولات الصحيه الموجوده في القطاع السياحي منضبطه تماما، تم تدريب كافه مقدمي الخدمات السياحيه من فنادق ومطاعم على هذه البروتوكولات، وتم اصدارها من قبل وزاره السياحه وجمعيات المهن السياحيه، وتم تدريب تقريبا كافه العاملين على هذه البروتوكولات. فبالتالي يعني احنا دائما نقول القطاع السياحي منضبط، القطاع السياحي منظم بيعكس وجه الاردن، وبالتالي تقديم الخدمه ينعكس ايجابيا على نعم. سيد عبد الرزاق، هنا بالحديث عن الخدمه، ما هي النسبه الجيده التي ترجون ان تصلون لها، وهل هنالك سقف زمني للوصول الى نسبه معينه ترضون عنها في تحسن القطاع السياحي، واذا كان هنالك ايضا برامج تم العمل عليها للتشجيع هذا القطاع؟ يعني بدايه احنا بالتاكيد احنا عام 2019 كانت الاشغال في الفنادق تقريبا في بعض المناطق السياحيه 100%. يعني احنا نرجو يعني من الله سبحانه وتعالى انه بتعني هذا العام، خصوصا انه هناك في بوادر ايجابيه وطلب كبير على الاردن الحقيقه، خصوصا بشهر 9 و10 واحنا عم نتابع من زملائنا في القطاع السياحي مكاتب السياحه والسفر الطلبات المقدمه لنا من مكاتب السياحه في الخارج. يعني هنالك بلدان معينه؟ بالتاكيد يعني الولايات المتحده الامريكيه في طلب كبير في حجوزات، خصوصا في منطقه الفترة، في عندنا من بريطانيا من المانيا من بولندا هنغاريا تشيك معظم الدول الاوروبيه، في هناك حجوزات الحقيقه بدات تشهدها مكاتب السياحه للفترة ووادي رم والعقبه. الان في 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 عمان عم نشوف في حركه سياحيه لاشقائنا في دول الخليج. بدي يعني مثلا اعطيك مثال على السياحه العلاجيه، الدكتور فوزي الحموري رئيس جمعيه المستشفيات الخاصه صرح قبل فتره انه في ارتفاع حوالي 200% في عدد المرضى مقارنه العام الماضي من اخواننا في المملكه العربيه السعوديه المستشفيات، وهذا جزء من السياحه اللي احنا بنسوق لها السياحه العلاجيه. لكن بدي اكد على موضوع احنا اليوم من خلال فسيادتكم الكريم بدي اعلن اليوم وقعنا اتفاقيه بتوجيهات جلاله الملك وسمو ولي العهد ودوله الرئيس ووزير السياحه بضروره وجود خط يومي الى مدينه العقبه ضمن برنامج اردننا جنه اليوم، يعني اعتبارا من اليوم وغدا الحقيقه تبدا تسير رحلات جويه من عمان الى عقبه بشكل يومي الى مدينه العقبه، وفي نهايه الاسبوع في رحلتين اسبوعيا الى مدينه العقبه باوقات جيده، يعني بنحكي على تقريبا بين 8 و10 صباحا وعوده الطائره في المساء بين 5 و8 تشجيعا للسياحه الداخليه. هذا ضمن برنامج اردننا جنه لرصد مدينه العقبه وتشجيع السياحه الداخليه ضمن البروتوكولات الصحيه. فهذا الحقيقه بحب اعلم من خلال شهادتكم الكريمه هذا الموضوع، وقعنا اتفاقيه كهيئه تنشيط السياحه مع ثلاث شركات، مع الشركات الوطنيه الملكيه الاردنيه والاردنيه للطيران وفلاي جوردن، الثلاث شركات الشركات الوطنيه يعني تعاونوا معنا الحقيقه في تسيير هذه الرحلات الى مدينه العقبه بدعم من وزاره السياحه وتنشيط السياحه، وبالتالي
الآن صار بإمكان المواطن يوميا يذهب إلى مدينة العقبة ومن هناك يعني يقدر يتحرك إلى وادي رم والفترة، وبالتالي يعني هذا يعني إن شاء الله يعني هذا كسياحة داخلية هي للمواطن الأردني. نقدر نقول أردننا جنة الآن هذا برنامج بلش يعني بمرحلته الثانية في عملية النقل وتكثير هذه الرحلات اللي بدينا نعكس إيجابيا على قطاعاتنا السياحية في مثلث الذهب. نعم، نرجو أن نسمع بأن التحسن وصل ل100%. شكرا جزيلا لك المدير العام لهيئة تنشيط السياحة السيد عبد الرزاق عربيات، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.